السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. اليوم سأكمل كورس الذي شرحته في قبل شهرين إخواني. هنا وضعت كورسي مدة 35 للربح من موقع راد بابل، وأيضا في هذا الكورس أخبرتكم أنني سأترك لكم بعض الأسئلة في فيديوهات قادمة. لذا من يعمل على الطباعة حسب الطلب وهي مجانية 100%، فليستعد لهذه الطريقة الحصرية التي ستمكن من تحقيق أرباح جيدة. قبل بداية الشهر أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن القناة. أيضا ستجدون إخواني رابط الكورس في هذه الحلقة أسفل الفيديو. نتوجه للشرح وبدون إطالة. أول شيء سنعمل على موقع راد بابل. الكثير ومعظم متابعين يعرفون موقع راد بابل. نسبة سيارة في إخواني تصل إلى أكثر من 29 كترتيب إخواني في الولايات المتحدة. أيضا هنا نسبة زيارات في ارتفاع تصل إلى 28 مليون زيارة شهرية، كما تشاهدون. ومعظم الزيارات من أمريكا وكندا وفرنسا ويونايتد كينغدوم. هنا أحد التيشيرتات التي وضعتها. الحساب، طريقة فتح الحساب سهلة جدا بالإيميل فقط. وهنا ستجد الأيكون الخاص بك، الداشبورد وكل شيء. وهنا الإحصائيات كم عدد المبيعات، مثلا أنا لدي مبيعتين، وأيضا عدد المتابعين 4. هنا تضغط على فيو داشبورد لتشاهد الإحصائيات الخاصة بك. هنا كما تشاهدون هنا الأرباح لدي 0.96 تقريبا 1 أورو إخواني من مبيعتين. وأنا لا أشتغل على هذا الموقع إخواني، لأنني كما تعلمون مجال الربح من الأفيليات أهتم بها كثيرا، ومجال الطباعة فهو مجاني وتستطيع تحقيق منه آلاف الدولارات فقط إذا طبقت النصائح التي سأقدمها لك. أيضا سأريك أداة اليوم حصرية يستعملها المحترفون، فهي مجانيا لتحقيق كل يوم أرباح. أي تصميم ستقوم بإنشائه ستحقق منه أرباح. هنا ستجد البيمنت هيستوري، ستجد المبيعات التي قمت ببيعها. هنا الأرباح الخاصة بك، وهنا لينك تو اوتر سايت. هنا إخواني كما تشاهدون هذه الواجهة تستطيع ربح بجوجل أناليستيك لمتابعة الأرباح الخاصة بك. هنا أيضا لديك أشياء كثيرة هنا تستطيع فهمها فقط عندما يكون لك حساب. وهنا السحب سيكون عن طريق الباي بال، والموقع سهل جدا إخواني، يكفيك فقط تحميل تصميمات وبعدها إخواني تطبيق الاستراتيجية التي سأشرحها لك بدون معرفة أي شيء عن التصميم. هنا في هذا الدرس إخواني لكي لا أطيل في شرح راد بابل، فهو موقع مشهور كما قلنا، والترافيك الذي سنستغله اليوم هو الترافيك الخاص براد بابل بحد ذاته، يعني 28 إخواني مليون زيارة شهرية سنستغلها، وكيف سنتصدر نتائج البحث. لكي تعرف على ماذا أتحدث إخواني يجب عليك مشاهدة هذا الفيديو الذي استفاد منه الكثير. ستضغط ستجد رابط الفيديو، رابط الفيديو هنا، وستجد كل الروابط المستخدمة والأدوات هنا في الموقع الخاص بنا. تضغط هنا مباشرة ستتوجه إلى الموقع الخاص بنا. هنا ستجد الكورس بالتفصيل إخواني وكل شيء عن الكورس، كيف تنشئ حساب، كيف تربح من مواقع مثل تسبرينج، راد بابل، كل شيء مذكور هنا إخواني. يعني درس حقيقي تستطيع الربح منه وبداية مشروعك مجانا. وهنا المواقع كما تشاهدون ستجدها في أسفل هذا الكورس إخواني، وأيضا الروابط. هنا الجزء الثاني من الكورس كما تشاهدون، العمل من الطباعة. تستطيع الدخول إلى الفيديو، وبعد الدخول إلى الفيديو إخواني لكي تتوجه إلى الروابط فقط يكفيك الضغط على اليوتيوب، ستجد روابط الكورس الثاني. الدرس اليوم إخواني بسيط جدا. بعد دخولك إلى راد بابل ستجد آلاف التصاميم، تستطيع البحث هنا على أي شيء تستطيع البحث عنه. هنا الترندينج مثلا، هذه الكلمة فهي الترندينج. أيضا مثلا الكلمة الثانية هنا، تضغط هنا فقط لتشاهد الترندينج. هنا سأقوم بحذف. هنا ستجد الترندينج. هنا شاهد، تابع معي جيدا هذه الكلمة، all I need is coffee and my camera. هنا هذه الكلمة
انتبه إليها جيد يا إخواني، فهي في المرتبة الثانية من بحوثات راد بابل. كيف سأتحصل على أقوى الكلمات، أو من أين سأحصل على التصاميم لأتصدر في راد بابل؟ طريقة بسيطة جدا إخواني، أنني سأقدم لك هذه الأداة كما تشاهدون، بابل تراند. سأترك لك الرابط أسفل الفيديو، فهي مجانية 100%. يكفيك فقط في بداية الأمر، ستجدها إخواني هكذا إخواني، ستجدها لا يوجد فيها أي شيء، تضغط على جو تراند، وهنا شاهد شوز دات، وهنا عند ترجمة هذه العبارة ستجد أنك تستطيع الحصول على أقوى الكلمات الرئيسية في التاريخ المختار. اختر موعدا، يعني تقوم بوضع التاريخ فقط، مثلا أنا أبحث في بتاريخ اليوم أقوى الكلمات المفتاحية، هنا تقوم بكتابة عام مثلا 2021، وهنا اليوم في المنتصف مثلا 24، وهنا الشهر 6، جيد، تضغط على سيب ميت، ستجد أقوى الكلمات في هذا اليوم. هنا all I need is coffee and my camera. في ريد بابل إخواني أيضا عند الضغط هنا وجدنا أن أقوى ثاني أقوى كلمة هي all I need is coffee and my camera. أيضا نعود إلى الموقع هنا، شاهد ستجد كلمات أخرى يبحث عنها الأشخاص، مثل هذه الكلمة 3277 بحث، وهنا الكلمة الثانية APA with مثلا 344، وهنا 1285 best DDD ever with American flag. هنا كلمات كثيرة كثيرة تستطيع استغلالها وإنشاء التصاميم، مثلا مثل هذه الكلمة إخواني نسبة البحث عليها وصلت إلى 16381، يعني Red Guardian كما تشاهدون. تقوم بنسخ هذه الكلمة وتتوجه إلى الموقع الذي سأترك لك أكثر من موقع إخواني. هنا في هذا الكورس ستجد الكثير الكثير من المواقع الخاصة بأخذ التصميمات، في هذا رابط هذه المقالة، أنا سأترك لك رابط هذه المقالة بالإضافة إلى الفيديو الخاص بنا الذي سنشرحه الآن، وأيضا رابط الإضافة أو الموقع الذي يقدم هذه الخدمة القوية جدا، لن تجدها لها شرح في المحتوى العربي. بعد إخواني الدخول إلى إحدى المواقع التي اخترتها لك من أقوى مواقع تصميم، مثلا نفرض هذا الموقع، أضغط على باست للكلمة، اخترت هذه الكلمة إخواني، لماذا؟ لأن نسبة البحث 16381. أعود هنا وأضغط على بحث لأرى إن وجدت هذه الصور في هذا الموقع، فهي مجانية 100%. شاهد هذه الصورة، أيضا هذه الصورة، الكثير من الصور. تستطيع التأكد إخواني بالتوجه إلى جوجل، وهذه طريقة جيدة، تضغط على البحث وهنا ستختار الصور. هنا كما تشاهدون ستجد الكثير من المنتج أو الصور التي تستطيع الربح منها. أيضا إخواني تستطيع التوجه فقط إلى الموقع الخاص بنا وتبحث عن بيكسل، ستجد كل مواقع بيكسل مثلا، وتقوم بكتابة هذه الكلمة Red Guardian، أضغط على بحث، أنتظر قليلا، فالإنترنت ضعيفة. هنا الشاهد هذه الصور المجانية تستطيع أخذها كما هي والتوجه إلى راد بابل وتحميلها. أنا مثلا سأختار إخواني أيضا كلمة الأولى في تصدر نتائج البحث، وهي هذه الكلمة All I need is coffee مثلا. هنا أتوجه إلى راد بابل لأرى هذه التصاميم التي تم إنشاؤها بهذه الكلمة المفتاحية. هنا سنشاهد هذه التصاميم كما تشاهدون، تصاميم كثيرة كثيرة في راد بابل. بعدها إخواني أتوجه إلى جوجل وأقوم بالبحث على نفس الكلمة، ستجد تصاميم كثيرة كثيرة تستطيع أخذها وإعادة تعديلها، شرحتها في هذا الفيديو هنا إخواني في الكورس الأول، أو تتوجه إلى أحد المواقع وتقوم بنسخ مثلا هذا الموقع الذي أنا أختاره في المرتبة الأولى، أضغط على بحث ونشاهد إن وجدت تصاميم، سنضغط مرة أخرى فقط، سأختار كلمة أخرى من هذا الموقع، مثلا سأختار أبا ويذ، نسبة البحث 344، يعني أشخاص يبحثون عن هذه الكلمة. أيضا أقوم باللصق هنا والضغط على باست، هنا كما تشاهدون
هذه الصورة خاصة بهذه الكلمة. أتوجه إلى راد بابل لأتأكد إخواني، كنترول في للكلمة المفتاحية. شاهد نفس التصاميم كما تشاهدون، وهنا مبالغ كبيرة جدا لكي تربح منها. هنا نسبة الربح في راد بابل إخواني، تستطيع تعديلها، سأريك كيف ستعدل من صفر، عفوا، من 5% إلى 20%، ومن الأحسن أن تتركها تلقائيا وهي 20%. هنا هذه الكلمة تصميم بسيط ونسبة البحوثات لا بأس بها. هنا سأختار مثلا هذا التصميم أو أي أحد التصميمات. شاهد آلاف التصاميم بدون حقوق لأن هذا الموقع يقدم صور مجانية. مثلا هذه الصورة أظنها جيدة، أضغط على تحميل. جيد، هكذا في الأسفل ستجد طريقة تحميل سهلة، تضغط على داون وهنا تقوم بإغلاق الإعلان، تضغط على الكاباتشا وهنا تختار إخواني الصورة. هنا مثلا تقوم بتحديد هذه الصور، تضغط على فيريفاي، بعدها سيتم تحميلها مباشرة. عند تحميل الصورة إخواني، الآن سنقوم بوضعها في راد بابل. أضغط على راد بابل هنا. أيضا في الكورس إخواني وضعت لكم المقاييس التي يجب وضعها في راد بابل، ويجب أن تكون هذه المقاييس محترمة في راد بابل. هنا ستجد عند قراءة هذا الدرس بالكامل ستجد مقاييس كثيرة كثيرة. اخترت أفضل المقاييس التي يحبذها موقع راد بابل. هنا ستجد فقط تبحث على راد بابل تاسبرينج، تضغط أول شيء إخواني، المهم المقالة هنا لكي لا أطيل الفيديو، تضغط على راد بابل لتحميل أي شيء إخواني، أي تصميم تريده. فقط تضغط على هذه الخيارة ثم تضغط على Add New Work هكذا. وهنا إخواني تستطيع هذا الخيار الثاني، تستطيع الضغط على هذا المقياس كما تشاهدون، وهنا يقول لك أن يجب أن تكون الصورة جيدة، الصورة جيدة مقاييس إلى غاية 1000 بكسل. عند الضغط على Design Guide ستجد أفضل مقاييس التي يختارها لك راد بابل. هنا ستشاهد ديسبونيبل، تقوم بالقراءة، تنزل إلى الأسفل هنا. هنا كما تشاهدون إخواني أفضل مقاييس كما قلت لكم هي ديمونسيو أرتيكل، هي هذا المقياس 7632 في 6448. هنا لكي تشتغل شغل احترافي يجب عليك تحميل هذه الإضافة. سأترك لك عفوا هذا البرنامج فوتوشوب بورتابل، يعني الفوتوشوب إخواني المحمول غير ثقيل على الحاسوب، أيضا فقط حجمه 80 أو 50 ميجا أوكتي. عند الدخول إلى الفوتوشوب تضغط على الفايل هنا في الأعلى كما تشاهدون، فقط لنعدل على المقاييس. هنا ستضغط على نيو ديزاين وتقوم ب تعديل هنا كما تشاهد، مثلا هنا بيكسل، ايضا هنا بيكسل، وهنا بيكسل انش كما تشاهدون. هنا تقوم بكتابة العرض في الطول. هنا المقاييس الجيدة هي 6480 في العرض. كنترول بي، جيد، تقوم بحذف المسافة. ايضا هنا سأقوم بنسخ هذا الارتفاع، ارتفاع الصورة، اقوم بوضعه ايضا هنا، هنا فقط باست كولي، جيد، احذف المسافة. بعدها اخواني تختار هذا الخيار ترانسبارون، عفوا ترانسبارون، لكي تضغط بي ان جي واضغط على اوكي. الان عفوا هنا اخترنا شيء، دقيقة فقط سنعيد الكرة. اوبن فايل نيو ديزاين، وهنا 6000، هنا فقط نقوم بكتابة كنترول V، تحذف المسافة، جيد، تضغط على أوكي. شاهد الصورة أو التصميم سيظهر كما هو. أضغط على فايل مرة أخرى، أوبن نسخ لصق، توجه إلى التحميلات، الصورة التي حملتها، أضغط على تيلي شارج مو. بعدها إخواني أختار هذه الصورة وأضغط على أوفرير. وهنا إخواني عندما تجدها بعلامة القفل تستطيع الضغط عليها مرتين وتقوم بنزع القفل، ثم تختار هذا الخيار ببساطة جدا. أقوم بسحب الصورة هنا
وأقوم بوضعها هنا. شاهد الصورة صغيرة جدا، أضغط على Ctrl T في لوحة المفاتيح، ثم أقوم بتكبير التصميم كما تشاهدون هكذا مثلا، عفوا Ctrl T، جيد. أضغط هنا إخواني على رمز Shift لكي يظهر التصميم باحترافية، ثم أضغط على هذه العلامة هنا، شاهد هنا، وهنا أعدل التصميم كما أريد. هنا مثلا تستطيع كتابة أي شيء هنا لكي يظهر الرسم الخاص بك بالضغط على التاكس أو أي شيء. هنا عند تخيير المقاييس إخواني فالرسم أصبح ملك لك، تستطيع إضافة كتابة بالضغط على التاكس، أي شيء تريده إخواني، تستطيع إضافة مربع هنا مثلا، تريد حذف هذا الإطار هكذا، وتستطيع تغيير اللون مثلا، اللون الذي تريد تضغط فقط على مرتين هنا وتضغط على Color وتختار أي لون تريده مثلا حسب هنا، جيد. وهنا أستطيع مثلا إضافة اسم خاص بك بالضغط على التكست هنا التكست، وتقوم بالكتابة على أي شيء تريد، مثلا سأقوم بكتابة أي شيء مثلا New فقط. هنا نقوم بالتكبير، مثلا سأقوم بوضع الكتابة 150 أو 180، أوكي. أستطيع التحكم فيما بعد إخواني، هنا أضغط عليها مرتين ثم Ctrl T وأقوم بتكبير الخط كما أريد، شاهد. الآن أقوم بالضغط على السهم مرة أخرى وأقوم بوضعها هنا. هنا أستطيع التعديل على أي شيء، مثلا هنا حرف كبير، تغيير لون الخط بالضغط على مرتين، و تغيير الخط كما أريد إخواني، Ctrl T مرة أخرى لتصغير الخط هكذا. إذا أردتم إخواني أن أشرح لكم طريقة العمل بالفوتوشوب فقط تعليق، وسأقوم بشرح درس على الفوتوشوب في 20 دقيقة، ستعلم كل شيء على الفوتوشوب، تستطيع إنشاء تصاميم لوحدك. هنا فقط تستطيع تغيير الخط بالضغط مرتين هنا إخواني، مرتين، وتعديل اللون كما تريد، مثلا تريد إضافة لون احترافي، نفرض أنك تريد لون الأبيض، جيد. تريد ضغط إنشاء ستروك للكتابة، تضغط هنا فقط وتقوم بتعيين لون ستروك هنا، عفوا تضغط مرة أخرى هنا، وهنا أقوم بتكبير إلى 6 أو مثلا 15، جيد، أو 20، جيد، وأضغط على أوكي كما تشاهدون كل شيء جيد. لتحميل الرسم أضغط على فايل ثم أضغط على سيف دي أس كما تشاهدون، شيفت كنترول أس، وهنا إخواني اختر بي ان جي إخواني، ملف بصيغة البي ان جي، وهنا يجب عليك كتابة اسم للرسم الخاص بك أو التصميم الخاص بك. مثلا هنا أخذنا الكلمة المفتاحية، هذه الكلمة المفتاحية، أقوم بنسخ الاسم كما هو وأتوجه إلى التصميم، أقوم بوضعه هنا Past كولي، جيد، مثلا 2021، وأضغط على On Registry. الآن سيتم تحميل الرسم بالضغط على OK كما تشاهدون، يتم تحميل التصميم. نعود الآن إلى موقع بدأ تحميل التصميم الخاص بنا، الموقع راد بابل، لنقوم بتحميل التصميم. أضغط على Upload New Work بطريقة بسيطة، سأضغط على بيرو هنا، والتصميم الخاص بنا سنجده بعد تحميله هنا، تم تحميله، جيد. أكتياليزي مرة أخرى، هنا التصميم الخاص بك ستجده في تحميلات، لأنه الحجم الخاص به سيكون كبير إخواني. الآن أضغط على هذا التصميم كما تشاهدون APA WITH 2021، وأضغط على أوفرير. في العنوان إخواني يجب أن تضع عنوان، أول شيء الكلمة المفتاحية، الكلمة المفتاحية هي أهم شيء، ثم تضيف مثلا شيء مثلا 2021، وهنا العنوان أيضا إخواني تستطيع استعمال هذه الإضافة، دائما أعمل بها هنا راد بابل، سأترك لك رابطها مباشر، تضغط عليها وتقوم بكتابة كلمة
الكلمة الرئيسية للبحث وأضغط على Grab Tags واختار إخواني إحدى الكلمات التي تظهر لي كما تشاهدون. أقوم بإضافتها للعنوان مثلا كوبي هنا، أقوم بإضافتها. جيد، هنا الكلمات إخواني التاكس كنصيحة مني يجب أن تضيف في راد بابل إخواني كلمات مفتاحية تصل فقط من 15 إلى 20. هنا ستجد أنني كتبتها في المقالة، هنا ستجدها في المقالة من 15 إلى 20 كأكبر العدد، أكبر العلامات المفتاحية التي تضعها. سنقوم بإضافة نفس الكلمة المفتاحية من نفس الإضافة كوبي، أضغط على تاج جينيريتر راد بابل، أضغط على باست جراب، وهنا أقوم بنسخ مثلا 20 كلمة إلى غاية هنا فقط. كوبي، جيد، أقوم بوضعها هنا. هنا مثلا في الوصف سأقوم بأخذ نفس الوصف كوبي، أقوم بوضعه هنا باست. بعدها إخواني شاهد التصميم كيف سيظهر، كله جيد. هنا مثلا أريد أيضا وضع هذا التصميم لكي يظهر، أضغط على هذا الخيار. هنا تأكد أنك التصميم خاص بك باللون الأخضر، جيد. وهنا أيضا أستطيع التعديل إخواني، مثلا هنا الرأس لا يظهر، أضغط على إيديت، وهنا في الأسفل أستطيع تكبير وتصغير الرسم. شاهد، جيد، هنا تستطيع وضع شوز هذا الخيار مثلا، شاهد إخواني، يعني تكبير الصورة الخاص بك أو عدم تفعيلها وتصغير من هنا. بعدها أضغط على أبل تشانج، وهنا أيضا مثلا تصميم أضغط على أبل إنابل عفوا، وهنا أيضا إنابل، أيضا إنابل هنا إنابل، وهنا أختار إخواني أين سأضع التصميم. مثلا أنا لدي هذا التصميم خاص بالديزاين والفوتوغرافي، أضغط على هذين الخيارين، وهنا أختار الكوليكشن الذي سأضيف له، أضيف إليه الرسم مثلا، هنا سأختار نيو يير، جيد. وهنا في هذا الخيار إخواني يطلب منك تحديد أي شيء سيظهر للزبون عندما يدخل. أنت مثلا دعها كما هي، راد بابل سيتكفل بالأمر، يقوم بإظهار مثلا في كل مرة تصميم، مثلا يظهر الجوارب، المحفظة، أي شيء تابع للتصميم يقوم بإظهاره. وهنا علم على هذا الخيار لأن التصميم خاص بك ليس تصميم مخالف للمعايير، ثم أضغط على هنا هذا الخيار، ثم صاف وورك، وتنتظر إلى أن يتم تحميل 100% من التصميم. شاهد هنا إخواني التصميم كيف سيظهر بعد تحميله. هنا الكلمات المفتاحية، أقوى الكلمات التي ستجعل النتائج التصميم خاص بي يظهر في بداية النتائج. أيضا إخواني تصميم خالي من الحقوق وأي شيء، وأيضا استهدفنا تاريخ اليوم، مثلا غدا سبعة في الشهر، أقوم بكتابة فقط هنا سبعة عفوا 25، وأقوم بوضع هنا وأتحصل على أكثر البحوثات، وأقوم بإنشاء تصميم حسب البحوثات المتوفرة في موقع راد بابل باستعانة بالمواقع المجانية. هنا إخواني أيضا أن أشرح لكم هذا الشيء، عند الضغط هنا والداشبورد، هنا تستطيع تحديد برودكت بريسينج، الأرباح التي تحصل عليها. مثلا عندما تقوم ببيع تي شيرت ستحصل أرباح إخواني من 3 إلى 6.65، وهنا أنت تتحكم في الأرباح. مثلا أريد تكبير الأرباح، وضع 50%، أضغط على أبولي، جيد، شاهد الأرباح التي ستحصل عليها. لكن نصيحة مني، دعها كما هي في بداية الأمر، 20% تكفي في بداية الأمر وتطوير الأعمال خاص بك. هنا شاهد تي شيرت، أيضا سكارف، الميني سكريت، كل التصاميم أو كل منتجات سأربح منها 20%. هنا شاهد هذا التصميم الكومفورتر مثلا يباع ب 107.94، وهنا أرباح خاصة بي ب 22 من 17 إلى 22. تستطيع نسخ هذا الاسم والتوجه إلى راد بابل.
بابل، فقد تقوم بكتابة هذه الكلمة وتضغط على بحث، تشاهد أن التصاميم هنا تباع من 107 إلى 137. هنا كما تشاهدون كومفورتر، يعني خاصة بالسرير، كما تشاهدون 121 121 121. عندما تبيع أخي وأختي ستحصل على أكثر من $17 للمبيعة الواحدة. هنا إن شاء الله هذا درس اليوم بسيط جدا، وإن شاء الله سأكمل السلسلة الربح من الطباعة بأسرار حقيقية لراد بابل. سأقدم لك في فيديوهات قادمة المنتج الذي ستنشئ له التصميم وستحصل على أرباح يومية. أيضا إذا عملت بهذه الطريقة باستهداف ترند الذي في هذه الأداة لن تجد شخص يقوم بشرحها، باستهداف ترند اليومي ستحصل على أرباح يومية. هنا انتهينا، أرجو أن تدعمونا بالضغط على زر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.